شوف طلبات اخته ام قمر ونجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا غريب هلا. عمي طال عمرك انا رتبت الاغراض بالحفيز وكل شيء مضبوط وقفلت الباب وهذا المفتاح مال القفل. مشكور ما قصرت. اسمع يا غريب. سب طال عمرك. ابيك تشتغل عندي في البيت. شلون؟ شنو شلون؟ اسمخ انت؟ قال لك تبي تشتغل بالبيت، بيت العم بقمر، بيت كبير التيار. والنعم فيش حقيقة حمقان، إذا هذا أنت روح اشتغل. الحمد لله لما اشتغلت أشوف عمي شيء، أنا تحت أمرك أخدمك طال عمرك، بس شو أسوي هناك؟ هناك يبا تنظف وتغسل وتشوف طلبات أختك أم قمر وأختك أم نجم. إي والله كلهم على راسي، عاد أم قمر أختي بالرضاعة الله يحفظها، إيه حليب أمي زهية، وأم نجم بعد أختنا وعزيزة طال عمرك، عمتي هذه تحت أمرك، بس عمي أنا الحين إذا اشتغلت هناك بالبيت عندك، شلون هني المحل؟ من اللي جاب الشغل هني؟ أقول انطام وخليه يكمل لك، خليه يقول لك انطام وسكر حجك. زين مو كنت تسكت شوية أفهمه؟ ما يفهم خلاص، ما يفهم. أنا لا أتكلم ولا أنت؟ اسمع والله الحشي ملك يا عمي، ولا أنا أعرف شو أنا سكته. إيش حق أسأل عنه؟ بس خليني أكمل لك الشغل اللي هني. لا تخاف موجود الشغل هناك، تروح البيت هناك تشتغل وتنظف وبس. هذا لا تبي على هالخشم، على هالخشم بعد في شيء اسوي طال عمرك؟ اهم شيء اسرار البيت ما تطلع. افا ترى بزعل والله ازعل اسرار بيتك تطلع. شكو انا باسرار بيتك؟ حرقني حرقهم. اقصد يعني ان انا ما اشغل باسرار البيوت يبا. لا يبا انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم. انزين ممكن تخلص تسكت؟ شرار سم اخذه وخلي غسل وجهه زين وودى البيت وسلم العهدة ان شاء الله. حاضر عمي حاضر حاضر. تفضل قدامي. ابشر طلب يلا.